السلام عليكم. وعليكم السلام. والله العظيم لا انا كسولة باش نقول سيد الباشا ما نعقلت على شي حاجة. اسمحوا لي انا ومنتكم اسمحوا لي. الان توجهي لهذه الجهة. الان فيكم جيتوا لهنا وخليتوني انا منكم. انا منكم اللي كيتحطوا الجبابن وكيتحطوا الحلوى وكيتحط كل شيء. كنتاسف لانكم ماشي معايا. انا منكم ملي كنعس كنفيق شحال من مره ومره ومره وكنقول ولدي واش ناعس ولا ما ناعس. انا منكم اللي اشتقيت انني نضمكم لصدري. انا منكم اللي اشتقيت انني نعنقكم ونبوسكم. وليداتي كتعرفوا ما معنى الركيزه ياك؟ كتعرفوا شنو هي الركيزه؟ هذا سجن ابو بوركيز. انا بغيتكم تكونوا ركيزه للمغرب. انا بغيتكم تكونوا ضوء للمغرب. حنا حتى واحد في هاد الناس الكبار ما كيعاتب عليكم لا هي اللي كتولد الرجال. المحنة هي اللي كتولد ناس كيبغيو المغرب. حنا مغاربة، حنا مغاربة حتى النخاع. المغرب عطانا أشياء جميلة. المغرب شي خرجوا للزنقة كل شيء موجود، كل شيء رخيص، كل شيء عندنا. الأمن والأمان، حافظوا على المغرب. المغرب ما يستاهلش منا أننا نكون هنا. كندور يمين كندور يسار كنشوف الهيب جميلة 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 بزاف ولاد زوينين. كنتمنى أنني يكون ربي أنكم تكونوا كلكم وليداتي لأن ما أجملكم. هاد الناس مهلين فيكم حقا. هاد الناس دايرين أكثر من جهدكم ولكن ما خصكمش تكونوا هنا. شكرا عزيز. شكرا شكرا بزاف.